الشرق الأوسط تنقسم إلى 4 كتل: الكتل المتواجهة ما بين إسرائيل وإيران، والكتل المسندة أمريكا وفرنسا وإنجلترا وهم يتبعون الجانب الإسرائيلي، والكتلة المتوازنة وهي مصر ودول الخليج، وهي الكتلة التي تحاول أن تخفض من أصوات البنادق في المنطقة، وتأتي الكتلة الرابعة وهي الكتلة الخاسرة والتي تتصدرها للأسف لبنان بما يحدث فيها الآن. الشرق الأوسط في حالة مخاض جديد بسبب تقارب الخطط الأمريكية مع الإسرائيلية في هذا التوقيت. يمكن كما قالت كونديليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بأن هناك شرق أوسط جديد يجب أن يكون له آليات وديمغرافية جديدة، يجب أن يكون هناك يد طولة لأمريكا وأعوانها في المنطقة على إحداث هذا التغيير الديمغرافي، ومن ثم جاءت هذه الرغبات الأمريكية مع الرغبات الإسرائيلية في التوسع الثالث للدولة اليهودية والتي بيقودها في الوقت الراهن نتنياهو بجانب اليمين المتطرف، والتي بدأ يحدث نوع من أنواع التغيير الجيوسياسي للمنطقة، ليس فقط بتمدد الدولة اليهودية في أطراف غزة والضفة الغربية ومن ثم التحول إلى الجهة الجنوبية أو الضاحية الجنوبية في لبنان، ولكن توسيع هذه المنطقة العازلة إلى ما وراء خلف نهر الليطاني، ومن ثم التوسع أيضا لمناطق الشمال لكي يكون هناك عزل لهذه المنطقة وأن يكون هناك نوع من أنواع إحداث بيروت الكبرى منزوعة السلاح، ومن ثم التحول إلى مصدر آخر في التوجه نحو الأردن أو العراق، ومن ثم النفوذ مرة أخرى إلى اليمن لمجابهة الحوثيين، وهي الأضلاع التي قامت إيران بتواجدها ودفعها خلال الفترة الماضية. هذا التجول الإسرائيلي يتبعه شقين مهمين: أولاً هو قوة الاستخبارات الإسرائيلية التي استطاعت أن تجمع معلومات دقيقة عن أعدائها في المنطقة، ومن ثم تفسير هذه المعلومات إلى خلال عمليات عسكرية. صحيح أن العمليات العسكرية بقى نوعها من أنواع السجال ما بين إسرائيل وبين القومة في منطقة الشرق الأوسط والتي طالت عام كامل حتى هذا، إلا أن ما تخلفه إسرائيل من قوة ارتفاع بالعمليات العسكرية بالسلاح ونوعية السلاح المتطورة، وكما أشار التقرير إلى التقنيات التكنولوجية الحديثة التي استطاعت إسرائيل أن تستخدمها وتفوجها لمصلحتها في هذا الأمر، يجي إلى هذا أيضا الدعم الكلي الكبير والغطاء الذي أعطته الإدارة الأمريكية.